وزير واقع ما ستين لما يربين يونينكا يو اف او ايغنا اف او كشقي امبلمنتيشن تاعها اوم الالينا اكشلي يربين يونينكا اندر بس تينا تونتي وحفر بابا يسوانا كسبوكريا بعد بدل مركا تنا قيمها اسمي كميتهاي وأقوم هذا لنا تدل كاس اسمي هيو رينوفيشن كاي اسمي وزارة الحفيز كاي thank you very much فاونا وأقوم هذا لنا أيضا ما يلا بدل كسو شخيصي هذا لك شخيصي ويكم هاتسين تأكيد لغشي يا جفتان ميت وحاوه أهمية إلى هاي شقها هي وزارة الحس وزارةها إنه هو أهمية بدل هذا إنه هاي الصومالي هي وزارة كميت هاي بقالها إن حتى كور دول تهين أو سيست باسنت حلو رجلي الصومالي كان بيقول هو كتير حاله هو كتير ومش كليه إسكان وران كرتي تذكرنا بإسكان لوليين تذكرنا حدنا لوليين milk and meat مركا لبدا سيكونوا لي انه اسكا هولا اسكوتا وقف بحبا وبن قرا يوا بابي راهي بعدين هي تحس بالغري مركا الهي بين سي ان هولا بدا لا هي او اولموست ان لا هي 40 مليون او لايف ستوك هيدز ذات اي سو نو او اي دونت كير اباوت تي حيوان كفاري ايتها مركا وزارة حنان الحولها ووزارة وزارتها أم هي مسحية كتشفتها دل كان اي لغة فرديو هنا اي او الى عالسو هنتداس مهم كا سو جريكا ابكا ابكا دل كان بسونا راي الديوذو اينا راهي سنين الهي نستيه و اه حوله ان اولادس لاهين سي ييل يلو اري دميرو فرض واحد بو يجري مركا ان ان الى شنو لا بديو لا تريلو لو هيرو ويس كيلو فايدي سلاح و ادوتين انينا كفايدسين حولهن حولهن هدي أروح إلى السوق في عام هدي أروح إلى عافمة في عام هدي أروح إلى يعني دولتا في عام يدريال في عام هدي أروح إلى كل يوم ده أنا وفي عام نقال أحد وين أسوأ هرايام مركا مهميدة تحصلك أيه حوالين أوليين أما وزارة أيقول هذا هاي والله غفر لي أو إذا تقصوا على مرتي وين إن أي وزارة دني أي دريا الكودي يسون بين تودي يو إن أي هشوا حبك وفي عن إنفستمنتي على وصمي لها إن أي وزارة أنا كشقيسو تقصوا عليه أي ذي مرتي وين وكهول ولا أحسن وهذا أنا أد وين أي أقطع الوزارة ده challenges كه يستمحيه challenges هو هذا حوله إنه يستوى وقتهم وأباره نعي يدرونك أو حاول سردي الشرات أو حلقي الشرات بس ما رأي ساه إيه عن روبته إيه هيد من روبته يا مركا و وحاول و أبارك يستوى السعودي أي أول شيء مركا و وحاول و سيزن كي سيزن فايف كي وهي أو كونسيكتيف أو رين سيس أما سيزن سها أو أن هذا حال اللعبة أما دي ده أنا أد أيور تايب أو أي أبارك يجرا مركا كرايم تشنج نبعتلو أبوري أيا 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 جانج وينيت حوالي إني لاديو 9 مليون already
إنه الدنتين أي 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 بانت هاي هذا أنا وحكيت لنا حلي جلال كي عبارة أنت بدل أي فوق على فلنجري جلال كي جو يكوري دايت يكوري ويكوري وارونا هاي وأيضا ما ينها هلي سال الله عوضنا وهذا مركي وحلا سال علينا أيضا أنا إلهي بقى قاعد سكوت جستال لكن scientifically ضدك monitoring كريا وحوجا سالاش أو forecasting كسبين يا وقت دير معي مركا عفشل ويويت هاي إن أي حولين أي كنت أي وحفر بضن ودواتي يسي قاعد ألبو بضن هاي وحنو باهنا مركا إنا كيف فكرنو إنا بدلو lifestyle كي حولين أو أي كل ولاد جرين إنا وحكا بدلان باهنا حولي تلا دريري أو صبح دي بادي هالبيو أو إسكب حان أو دينا عاوز كسرنا أو هبي كسوه إذا أو سري هذا رب حان أو سداس وحي عرك هاك سوه دقا يكون نولان جنين وحد لو داين إسا كسي نولان كرين إني مو وحانو باهن هاي إنا سكرة أي وزارة إن شاء الله أغلق فكرتو أو أي سوه بروبوز كرين سو حولي سو مالية دو سكرة منو أو أح إن حولها لنجيو مال إلا دجيو dan loo sameeyo waxa ku noolaada carafka ay ku noolaalahay ay ku joogi lahayeen loo sameeyo sida ugu sahlan ugu kharashka yar ugu dhibka yar in ay soo wasaaraddu ay soo hesho dadka Soomaaliyeedna xoolaha la awriyo hal meel la dejiyo carafkooda la siiyo deynta sidaas ay u noolaadaan xoolihii oo ayagana ku nabadgalaan daryeelkana ku helaan dhaqaalaha inay ku sii kaco oo ku sii dheeraado haddii kale oo aan la bedelin sida ay xoolaha ku noolaan jireen wax laga bedelin dee xoolihii way baaba'ayaan marka dambe eber bay noqonayaan oo iyo abaar bay u dhimanayaan kadibna xoolaha way naga baaba'ayaan marka wasiir waxaan u baahanahay siyaabaha casriga ah iyadoo resiliences waxay u baahan tahay in la qabsado adaptation and resilience in loo sameeyo xoolaha oo ay problem kan oo climate change oo keenay inaa la qabsado oo xoolaha la qabsadaan si ay u sii noolaadaan ayaa u baahan marka challenge aad u weyn ayaa meesha iska jira waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay roob ina siiyo abaarahan ay naga saaro si ay xoolaheennu ay u noolaadaan innagana dadaalkaas waa wadnaa meel kastaan u galay adduunka oo dhanna way ka socotaa innaguna qayb ka mid ayaa nahay inaan climate change ka jira inaan ku dadaalo food security-ga iyo sidii aan u noolaan lahayn dadkeennu xoolaheennu u noolaan lahaayeen inaan ka fakarno qaabkaas casriyeysan inaan u bedelno noloshii xoolaha inaan u bedelno dadaalkaas waa ku wada jirnaa insha allah wasaaraddani waxay ka mid tahay wasaarado ee dhowr ah oo wadanka dhaqaalihiisu ku taagan yahay oo kulligood ay tahay inay si wadajir ah uga shaqeeyaan sidii dadkeennu ay baahida uga bixi lahaayeen laakiin waxaas ugu muhiimsan hadda waxay tahay habkii resiliencygaas loo sameyn lahaa adaptation loo sameyn lahaa climate changega looga samato bixi lahaa abaaraha taas ayaa aada muhiimsan xoolaleyda dhibaato badan ba haysata culayskaas marka in aan farsamadii aan uga culayskaas uga bixi lahayn inay in aan helno waxaan martiy ugu nahay oo ku sugeynaa wasaaraddana ka sugeynaa.